نعم. أحسن الله إليكم المستمعة ألف حاء من جدة تقول: أسأل الشيخ عن حكم قول عليك الله بدلا من القسم بقول أسألك بالله، فهناك كثير من الناس يتلفظون بذلك مأجورين. لا يقول عليك الله قولك الله، إنما يطلب منه حاجته، وإذا قال بالله عليك أن تعطيني كذا أو أسألك بالله أن تعطيني كذا فلا بأس، ولكن الأولى ترك ذلك وأن يقول أعطني كذا بدون أن يقول أسألك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن سألكم بالله فأعطوه. فإذا قال أسألك بالله فقد يحرج المسؤول، لأنه لو لم يعطك لخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل له إحراج، وإلا فالأصل أن هذا جائز، أن تقول أسألك بالله تعطيني كذا، أما أن تقول عليك الله أو لك الله ألفاظ تجتنب ولا يتلفظ بها الإنسان. نعم.